والسلام عليكم ورحمة الله، مرحبا فيكم في كرافت وورد مع خليل جيمنج. اسعد الله صباحكم، صباحكم مساكم، عادي عادي تشفير لابد منه مع كثرة الجيمنج. خلينا نحط شيء طاولة أكل الحين، بتفاهم شو بنسوي هالحلقة. خلص هالحلقة، شكرا، ما بغى، بنقعد نسوي دران شوية، بسوي فنس، بندور الجواهر الثمينة. طبعا انا حصلت شوية على فكرة قبلكم، وحصلت بيت الزعيم، لكن لا 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 مش هالكثر، لكن محتاجين نحن شوي دقينج حوله. طبعا حفرنج حفرنج لعبة دق ذا وورلد، تشوفوا سيلفر 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 سيلفر، هات سيلفر نباه كله، لان يوم بنسير عند الزعيم الاول ابا اول شيء اسويه مش هايل، ابى اكون مخلص. اوه لا بعدني مطول على السيلفر كله ستيل، تبن لهم تبن لهم، خلينا نسرع اللعبه شوي. وعندنا ذهب، ذهب هذا شيء جميل، بس الذهب للاسف مو في وايد، يعني ما بنحصل هالك اندر اتاك. اي هذا اوكي ممتاز. الحين اللي ابغاه منهم اي حصلت واحد زياده، نايس. تعال عندي لك لبس، اظني عندي له لبس جاهز، مش اظني عندي شو ارشر يا بروحه، تعيدون كنت اقول لكم ابغى ارشر بسوي ارشر يا انا بروحه. لحظة ارشر نبا 17 20، خلهم يستعملون هذا. اوكي نعطيه هاتشت، زين. الحين بننزل شوي تحت، الحين ليش؟ خلنا اختصر الوقت، نبى ننزل تحت نجيبلنا سامون وايد قد ما نقدر. سامون وين؟ حديد حديد حديد، لحظة في حديد هني حديد هني حديد هني، كم عندي حديد؟ ابى اسوي ستيل انا، كوكن كام فاير حلو، خلنا نحطي كوكن كام فاير على اساس لو فاضين ونطبخ كمية كبيرة. در سرير، لحظة عنا واحد زيادة نحن صح؟ صبر زين، نبى نحطي لنا هني ونحطي لنا هذا هني، ونحطيه تحت. في احد بيهجم علي شو؟ لا اوكي، المشكلة مش هني، المشكلة انا ما اداني المكان ظلمة، والله ما اداني ظلمة. بكنسل هالحفر هذا كامل، ما بفحم كنسل هذا، لا 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 ما بكنسله، موضوع في سيلفر، موضوع في سيلفر من الخاطر، جواهر ثمينة. منزين بس هالحلقة اساسا احنا بنسوي شو قلنا اخر مرة؟ الطاحونة. فبنسوي الطاحونة، طاحونة هاي هاي، وحصاء وكرافت، خلها مسوينة. زين تعال تعال يا صديقي تعال، ابى اذبح هذا بعد. وين اللي هني؟ شو في هني؟ هني هذا بشوف اذا في بوس ولا ما في بوس. لا ما في بوس صدقوا، بنشيل هالسامان كله حق زين عيل، يمكن البوس هني موجود، يمكن رير رير كله رير. مو مشكلة هاي، مو بنشله بنشل الخط اللي تحت بس. ليش اسوي ريبليس؟ اقول شلوا كل شيء فكوني.
كل شيء مرة شلوه، خلهم يشلونه كامل. مشكلة بوصل هنا أبو الذهب هاي عليها، لحظة هاي عليها هني أظني بريشس ميتلز كان عندنا، بنحصل عليها سمون ولا حصلنا ردي حصلنا. انزين بنبي نسوي شيء ثاني حق تشيف، انت بنسوي واحد من هايل سوري هاي الحلوين يكون عندنا هجوم علينا بدل ما نعاني. شكرا حلوين، حصلنا سامون وراها هاي نبدل بنسوي شيء ترى عادي مش قضية. وعندنا نيو تكنولوجي ميست كرافت اوكي، ابي ابني لهم دروع بس مو عندي وايد لذر المشكلة، بسوي لهم تشست كلهم لان عندي هد خشب. شوفوا عندي خيوط وايد 6 7 8 9 10 مو ما يستوي، ما يكفي الجلد اللي عندي، ما يكفي الجلد اللي عندي، ما يكفي الجلد. انزين نبغى نشل هذا، نبغى نحط إنارة 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 يا إنارة. شوفوا في وايد أماكن الحين قمنا ندخل عليها، ترى وايد أماكن. شو السالفة؟ كلها دق رايت كرك رايت كرك يخليني فول. اوكي في عندنا وحوش، في عندنا وحوش داخل، في عندنا وحوش. هني عندنا مزرعة. زين ابغى اجرب شيء ثاني الحين يا حبيبي. لحظة جاذر ووتر في ماي وايد، خلني بالماي اللي هني كله. خلنا نشوف هل الحين المزرعة مالنا فل ولا مش فل، هذا اللي بنشيك عليه الحين. خلنا نشوف هذا وايد يتحرك نشيطه، شوفوا ما شاء الله عليه. كاتش انسفيشنت فارم سبيس، حلو هذا اللي انا ادور عليه، هذا اللي ادور عليه من متى. زين هاي المساحة برا شوية، شو بسوي فيها؟ بحط فيها الفنس الثاني حق المزرعة الثانية. كان الفنس مفروض هنا يكون، اين انت يا فنس؟ هذا هو، نحطي مكان التراب 1 2 3 4 5 6 اوكي. ونبغى شو نسوي؟ نشل التراب مالنا ونحطي فخ حق منو كرافت. يا صديقي تجيب تراب ونحطي تراب حق صديقنا الدياي. تعال شوف المزرعة، سويت عندي مزرعة فاضية. حلو تعيدوني يوم اقولكم عن هاي الطريقة نحط فيها مزرعة فاضية. الحين وين بيبه؟ ما بيبه هني لان هاي فل، بيبه هني. انزين وهني بنسوي المل، المل هني ليش؟ بيكون عندنا نحن سيت اللي هي الحبوب مال شو، هاي حبوب الزراعة. ليش ما عندي وايد؟ اوكي صح لازم اطحنهم، انا اسف. على اساس اني اسوي سي تشي بالي ويت، نحن زرعنا لو تذكرون، تذكرون يوم زرعنا ولا ما تذكرون؟
بعرف يعني تذكرون ولا لا. انزين، وهذا هني بالبلوكس، هاي تجي مزرعة صغيرة عندنا، هاي مثل ما تقولون سستينبل فارم، يعني فارم صغيرون، مزرعة صغيرونة نبني عليها اللي نحن نبا. شوفوا وصلوا تحت شو سووا، البلوكس ريبليس جولد اور، حطينا التورتش هنا وهذا مخرب. زين ونشيل هذا هني يا اصدقائي، ونحط شو مكانه، نحط التورتش هني واشيل كل السيلفر اللي اقدر اشيله المره، كل السيلفر اللي اروح اشيله. الحين ولا شيء ثاني لين الجرين يجهز، وراويكم البروسيس ماله والاكل ماله ان شاء الله. وقت الحلقه يكفي بس بنسوي ستيل بيكاكس، ستيل يبالي ايرون وما عندنا وايد ايرون للاسف، ويبالي شو، ويبالي فحم. ولو كان عندنا ايرون اكثر كان الموضوع اسهل وايد. عندنا واحد جلد، عندنا هذا. زين الحين خلنا نلبسهم، عندنا الحين مش هذا ابو الوورير بشكل اساسي، يعني هم اقرب ناس يكونوا على الوحوش والعادة، تعرفون اقرب ناس. ما عندي هني وورير بوك ترى، يعني متلعب فيه محتاج وورير بوك، محتاجهم يكونوا اقوى من هاي الناحية. لحظة هذا ما عنده ودي، اي واحد بيتضرب من قريب خلني اعقله هذا. وورير هذا خلنا اقرا احد قريب 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 مره. خلاص هذا لهم، هذا اللي هم محتاجين عندنا فعلا، احس انهم محتاجين الارمر هذا. وين الكوكر اللي توه حصلته؟ الكوكر بيكون هذا، خلنا نحط واحد جنب هذا اساس الناس تطبخ. في عنا نحن سمت كان صح؟ شوف الحين لازم بيض، ما بيض نحن صدنا دياي واحدة، ما ادري اذا بتكاثر بروحي بس ما ظني. خلنا نبدي دياي ثانية لحظة. طبعا التراب له لايف تايم، ارجع يا اوكي كاتش رموف تراب. هذا ما ظني بتروح مكان. اهي وزين رموف ذس تراب، رموف ذس تري تريس رموف نايس. نشوف هاي انزخت، ايوه كاتش رموف تراب، وايد اوكي وايد اوكي. الجاية هاي من رايحة ردة، شوف 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 النحاسة. ما حطيت تراب هني، يلا تعي 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 كاتش. خلهم ابوهم يتكاثرون، ابوهم شو يتكاثرون شوية. هل شوف يا ابوي تراب ما هني؟ لا التراب يخلي يبونه. انزين الطاحونة وما فيها نحن بنزرع، بنسوي فارمنج انتم تقولون. والفارمنج هذا بينتج لنا اكل ثابت، يعني يكون عندنا شو اكل ثابت دائما هنا. هالمنتج انتاج هنا من منه، من خلال الملة هذا نسوي منه شو طحين اللي هو هذا. بس هذا وين ليش تحت هني هذا؟
ايش هني؟ انا احس انه غلط يكون هني. بس لازم نحاسب شو، ان نحن ما نصرف كل اللي عندنا، الحين صرفت كل اللي عندي للاسف، زين، اساس ان نقدر ننتج غيره، هذا يسوي فرق وايد. انزين انا بسوي حرب الحين هني، انا بسوي حرب. زين خلنا نفتح لهم بوابة يون، بوابة يون. تعالوا يلا بسرعة، يبونا بقولنا والله معدات افضل وايد. نشوف ستيل 10، والله حلو. برومبل تج 10، عندي 11 واحد. بحتاج يعني 10 وايد اوكي، 10 وايد اوكي، بس انتجوا بسرعه يعني ما قصروا. معدات تفرق ترى، واحد يوم عنده معده يستعملها يزيد الانتاجيه، يزيد السرعه، يزيد هذا. فالاستثمار مش غلط ابدا. انزين الحين شو بسوي؟ ابي احاربهم بس مش الحين، الحين بشيل السيرفر. لحظه لا، عقبها بيكون هذا صعب، ما بيكون سهل وايد. ما اسوي؟ ما بيكون وايد سهل اني اسوي. شوي بتلعوز فيه، شويتين مش شوي، شويتين. يبالي اجيب لي حديد زيادة، والحديد اللي راح يسوي لي الحديد انه رايح لي جهد وعناء. بس هذا وين يوديني؟ وانا خايف ادخل في مكان واتوهق فيه. ايوه عندنا لونج بو، اقوى من البو العادي مالو. بسوي لي كم واحد؟ بسوي لي اثنين، اصلا ما اقدر اسوي غير اثنين. انزين بسوي لنا هذا صعب، الحين ما عندنا، ما عندنا باراشوت. نايس، فايربول، تارجت، ترينينج دمي، كله يباله ستيل وخربطان. ها ما يباله، ما يباله خربطان. تعال مو يباله وايد شغل. ابى انزل تحت انا الحين، ابى اشوف شو في تحت كامل قبل لا ابدا مغامرة واتوهق. المهم حاجات مهمة يعني. اقول احفروا لين هنا. ايوه هني الكلام، هو ده الكلام يعني. ليش ما يستعملون بورتال زي ولا يستعملونه؟ والله لهم بيلعبزوني هاي، اذا ما يستعملون فوقهم مره فوقهم. Go eat. Go rest. يلا ها معلق هذا هني، ما ادري شو بلا يوقف هني. ترين صبر، خلينا نحط له تارجت عند الغنم، ان شاء الله ما يذبح الغنم بالغلط يعني. احس الخرفان مالي كلهم ميتين، وانا اسمع فيهم كم حلقه الحين. واو ابوك ها شو كله هذا، هذا المغفل اظن يبي يذبح هذا. خلينا نشيل هذا، وهذا مكانه ثاني، ما يخص في المكان اللي هو واقف فيه. ربيع وين راعي البو؟ اخ تعال ترين،
ايش مستانسين زين ما سوينا شيء ترى تراكم يعني يا حبيبي ما عملتوش حاجة يعني بلا مؤاخذة يعني على شو مستانس يا الله ستيل اكس هذا حق الجسم رقم واحد حق الشير ترى يقون ياس يقون 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 الحين بعد بحط لهم ترينينج دميز بيستون افضل وافضل ترى بيستون افضل وافضل مش كسر الموضوع يعني في بنفتح عقب الفيتر ينزلون يطلعون بسرعة في ترين عقب تحت في شو اسمه في وايد امور يعني يكون في شغلات حلوة زين احنا نرجع للطاحنة ما نشوف ما جهز الانتاج هي مكننا هي باختصار ان احنا نضاعف انتاجنا في شو وين الارتر مالي انت ترين روح روح التمرين والله كفو الصراحة والله انه كفو يتمرنون ها كفو ايوه الحين جاهز الويت ها شو اسمه ما يكتب له هيليني تعال هيليني شو ارتر ايه خلنا نعطيها كروسبو عنده تباقي شغلات كله غلط ها كله غلط كله غلط كله غلط كله غلط هلا نشوف الحين كيف هيلين بلس 11 نايس نايس فيري نايس لابسها شغلات وايد زينة ترى الواحد هذا وايد اوكي يسوي سكيل حلو حق ال اي شيء زيادة بلس 1 بس خلاص اوكي هاي الخادم الذهبي يعني يضرب اقوى عندي خلاص دام انه يضرب اقوى اموري طيب ما ابغى بس شكلي بشتري حديد والله محتاج اسوي لهم معدات اقوى هو ما يسوى صراحة لان الجولد هذا اخر شيء بنحتاج قد ما اقدر لا 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 لا, لا, لا. وين هذا روح هناك على حظي انزين سيلفر زين لكن الحين نبغى حديد ابغى احفر من فوق وانزل تحت اقول بدل هذا ارجعوا كلكم فوق شو هذا شغلات عجيبه هلا 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 هذا بوس هذا بوس انا قاعد العب في مكان خطر او مش مكان اي واحد يتمسخر فيه بس والله ابى الحديد اللي فيه يعني هذا بعدين هل لازم نروح يبي عليك ما حد دش هناك لا اوكي زين شو نسوي الى الحين شوفوا حصلنا هير صح بنحولهم لدبل كمية شوفوا جرين نرد نزرعهم بس هاي اللعبة هنا كلها في الطاحونة المهم ها كان وقت حلقتنا اليوم نشوفكم في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله مع شغلات أكثر وأفضل والسلام عليكم ورحمة الله.